ساعات بلاقي نفسي وانا بدرس للطلبة في لون، في تكوين، هي نوع من الإثارة بيخلي الواحد محتاج ان هو يرسم او عايز يرسم. يعني هو طبعا الشغل في قصر الغوري كل انا في تقدير يعني الاهمية النهائية بتاعته هي ان بلاقي نفسي غصب عني وبمزاجي مرتبط بالحي ده، بالحواري دي، بالتاريخ ده، والحقيقة الواحد بيختلط عليه الامر، ما بيعرفش هو ماشي فعلا في حارة ولا ماشي في زمن. من ساعة ما الواحد بيبتدي رسم اللوحة وهو مهموم ومنتظر على مستويين، منتظر اللوحة دي هتطلع ازاي وده جوه الاستوديو، ومنتظر اللوحة دي هتتشاف ازاي وهي في المعرض. والمسافة ما بين بداية التفكير في اللوحة والنهاية عند الانتهاء من عمل المعرض هي دي صلاح عنين. القهوة دي في حياتنا مكان غريب قوي، مكان عجيب سحري. القهوة دي بتخرج الدعابة، بتخرج النميمة، وبتخرج النقد الاجتماعي، وبتخرج الأفكار المجنونة والسياسية والأفكار اللي بتهز المجتمع وبتغيره. القهوة دي مكان متسع لا من كل الناس بكل تناقضاتها، وفي نفس الوقت هو مكان خاص زي ما هو عام هو مكان خاص. بيبقى مهم دايما ان يبقى في مكان متميز تقدر من خلاله تراقب الحي تراقبه وان هو مش ملاحظك وهو مش واخد باله منك، تشوف تفاصيله، تشوف تناقضاته، احزانه. من المكان ده بالظبط تعرف تقيس بالظبط الناس واصله لفين، ايه مشاعرها، ايه حالتها. يعني هنا في الخيامية هتلاقي الألوان بتتركب بطريقة خاصة وغريبة، يعني باليتا خاصة بيهم هم بس، الأحمر الحلاوسكا والأخضر الموالدي والألوان كلها تلاقيها متعارضة وزعقة.
اللي بنسميها كمان الوان البطيخة، الوان غريبة متجاورة. كتير جدا بقف واتفرج واتعجب على مهارة الفنانين وجمال لوحاتهم، وازاي بيكونوا نسبهم الخاصة بيهم، ازاي بيرسموا الناس بهذه الجرأة وبهذه الحرية وبهذه البساطة. ازاي بيختاروا موضوعات لوحاتهم ومن بيئتهم هم بس بتاعتهم وبشكل تلقائي وعجيب. القانون اللي بيحكم الحياة هو اللي بيحكم القهوة، في ناس منتصرة وناس مهزومة، ومش معروف ايه معنى الهزيمة ومعنى الانتصار. قالت لي بكرة وضحنا بكرة، قالت لي بكرة. مع كل يوم جديد وبتكرار نفس القصة ونفس الهزيمة والمكسب، المغلوب بيجي والغالب بيجي، والناس منتظرة النتيجة كل زي كل يوم ما بيحصل، ان كل يوم جديد في تكرار وفي مفاجأة. لو صدقت تبقى مش بيعاني، ايوه عندك هنا، ايوه جاي، ايوه مش هقول نسياني، هقول بكرة هو اللي مجاشي وحسن. الحارة عالم مفتوح من جهة واحدة على الشارع الكبير على الميدان، أما هو بكل ما بيحتويه وكل مكوناته من تناقضاته وصراعاته، تسميه رحم تسميه دفا تسميه حضن، هو باختصار الجسم الملتوي على نفسه بناسه تناقضاتها بأشكال حياتها المختلفة بدفاها وصراعاتها، الجسم الغريب اللي قادر يحفظ للناس على امتداد التاريخ اشكال حياتها المختلفة. حارة المعز
شاهد تاريخي على عظمة زمن متسجل على جدرانه حكايته، وعشان تقراها ما ينفعش انك تشوفها مرة او تزورها، وعشان تخش عالمها مش من مرة واحدة، اكتر من مرة لحد ما تبوح لك بأسرارها. لوحة كاملة بتتحرك، لا يعني لازم تتأثر بيها، ألوانها، الملابس، الوشوش، يعني بص لها وتأمل هتلاقي كتير من لوحاتي، ويمكن تعرف سر الأسلوب، لأن حاجات كتيرة متناقضة، المبالغة، البساطة، النقد، الحب والانتماء، يعني كلها بتجمعها كلمة واحدة، إن دي مشاعري تجاه حارة المعز. وكأن الحارة دي بكل طوبها وجدرانها ومبانيها القديمة والجديدة أرشيف لحياة الناس اللي عايشة فيه على امتداد الزمن. الناس هنا تحس انها تفاعلت مع الجدران، مش ممكن تلاقيهم في اي مكان غير هنا، تحس فيهم بالاصالة والقدم، يعني حتى ملامحهم خاصة جدا وبيهم بس، يمكن تكون نفسها هي الملامح من مادة السنين. يعني ولما بتقهرني الشوارع يعني والزحمة والعمارات الهندسية المجردة وطبعا الهموم الشخصية، بتبقى الحارة هي المهرب، بلاقي نفسي رايح الحارة من نفسي عشان يعني الواحد يغسل روحه ويرمي همومه فيها مجرد ما بيدخل الحارة. الله
التانية للحارة هتلاقي عالم تن بيكمل الحارة وهو خان الخليل بفنانينه شوارعه الضيقة الغريبة تحفه وفنونه العالم بتاعه وهو امتداد طبيعي لحارة المعز يعني وهو برضو فيه شواهد تاريخية على فنونها وهو ده العالم اللي باقي العالم الجميل اللي كل الواحد لما بيزعل وبتضيق عليه الزحمة والمباني المتهندسة زيادة والخطوط الحادة اللي كسر العين بيروح يعني يغسل روحني في الحواري دي. مش عارف ازاي بتبدأ الفكرة بالضبط وامتى بتنتهي بس في النهاية لازم الانسان يرتاح ينام يموت واللي بيفضل منا هي عملنا بتفضل شواهد على اننا جزء من زمن في تاريخ المكان